السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم في حلقة جديدة. إن شاء الله في حلقة اليوم بنزل الماكينة وبحاول إني أبطل كل شيء وأبقى الشاص فقط. إنزين، أول شيء راح أبطل اللي هو الثروتل، بعدين السنسلة، وبعدين الشفتر، وبعدين هذا القطع عشان اللي هو نزل الماكينة. السنسلة تبطيلها سهل، كل عليك تسويه تدور عن هذا القطعة في السنسلة هذه. انزين، اذا هذه القطعة كانت موجودة في النص او في المقدمة، فتدور التاير لين تجيب لحد هذه المنطقة، وبعدين بتجيب اللي هو فلات هيد سكرو درايفر ومطرقة وتضرب من هذه المنطقة من هنا لين تتبطل هذا بالكامل، وبعد ذلك السنسلة خلاص تتبطل بسرعة. زين، الحين باقي بس تبطيل الماكينة. هذه القطعة ما رضت تتبطل، ملعونة ما قدرت تبطلها صراحة، ببطلها لما نزل الماكينة. الحين أول شيء تبطل كراسي الماكينة، هذا واحد، هذاك الثاني، هذا الثالث، وتحت الماكينة شيء رابع، واخر شيء هذا. يعني اول شيء ابطل كل الكراسي وابقي هذا اخر واحد يكون. موضوع شوي بيكون طويل، خلوكم معنا. في حاجة بسيطة بغيت أخبركم عنها، لما تجي تبطل الماكينة لازم هذا البولت لا تبطله كامل،
يعني حاول انك تبطل لين توصل هذه المنطقة، لان اذا بطلتها كامل المكين ما منزلنها ترى بطيح عليك دراجك بلاط، يعني هذا بيتبطل يروح فوق ويطش يسوي لك ربشة. ولما تجي تنزل الماكينة أول شيء بترفعها شوية وتلفها على اليسار، بعد ذلك ترفعها وتشلها، وهذه الماكينة يفضل إنك تشوف حد يساعدك لما تجي تنزل الماكينة، لأنها شوية ثقيلة ويحتاج شغل. اليوم لازم أخلصها كامل، ما يبقى لي أي شيء، أريد اليوم كلها قطعة قطعة، هنا أريدها كامل.
بطلت كل شيء فيها، ما باقي فيها اي حاجه، بس بعض القطع هنا ما رضت تبطل مثل هذا، ما قدرت صراحه ابطله. بشوف اللحل، وهذا نفس الشيء نفس الموضوع، ما راضي نبطله. اما الباقي خلاص تبطل، المكان صراحة ربشة، واجد شغل اشتغلت عليها تقريبا مال 10 ساعات اليوم، اقل تقريبا اقل، بس من الصباح لحد الحين قاعد اشتغل عليها، والحمد لله تو خلصتها كامل. عاد في الحلقة الجاية ببدأ اضبط القطع، ونبدأ من فوق لين تحت، نحاول نخلص كل القطع ان شاء الله. بترجع دراية جديدة مرة زين. الحين بنهي الحلقة، اذا عجبتكم القناة لا تنسوا الاشتراك واللايك، اذا تريد تعرف اخر اخبار القناة تابعني في الانستغرام، الحساب موجود فوق وموجود في الديسكريبشن، واهم شيء اللايك والسبسكرايب ودعمكم للقناة.